السلام عليكم. هنا نشوف الآثار الرومانية داخل حديقة تقع وسط مدينة سطيف، مش بعيدة على ما يسمى بساحة الفوارة. إذن هنا نلاحظ موقع روماني، وهنا نشوف الأسوار، أسوار رومانية التي تقع كما قلت بالقرب من ساحة الفوارة وسط مدينة سطيف. وهذا الدليل على أنه المدينة هذه تاع سطيف هي مدينة تعود إلى العهد الروماني، قديمة جدا، يعني العهد المرحلة تاع القرن الأول والثاني والثالث بعد الميلاد. كل هذه نشوف هنا بقايا نتاع السور كبير جدا، وهنا الحديقة جميلة جدا التي استحدثت حول المعلم أو البقايا نتاع الآثار الرومانية. وهنا بعض الشواهد، هنا نشاهد كان فيه شاهد، هنا شاهد، هذه بعض الشواهد التي توضع على القبور الرومانية. وهنا نشوف صندوق حجري بما يسمى بالساركوفاج، وهذا الساركوفاج توضع فيه يا إما موتى يا إما بيبي صغير أو بقايا تاع عظام الموتى، ما يسمى بالساركوفاج. وهذه الساحة الرومانية تظهر في حالة جيدة، يعني الحي محافظ عليها بطريقة جيدة، ولا شيء. وهنا نشوف جزء من الحائط وهنا تمثال تاع الدياس، عند الدياس رومان.